السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وبياكم إخوتي الأعزاء في برنامجكم المعتاد مجربات من الطب البديل. اليوم إن شاء الله راح نحكي عن مرض. هذا المرض للأسف هو مرض وراثي في الدرجة الأولى، ضمور العضلات، ينتج من زواج الأقارب. اللي احنا بنعرفه انه الذكر او الرجل بيحمل كروموسوم XY، المرأة تحمل كروموسوم XX. يأتي هذا المرض من المرأة، من الأنثى، هي الحاملة للطفرة الجينية بكروموسوم X. هو طفرة جينية، وأكثر أنواع هذا المرض شيوعا، أكثر أنواع هذا المرض شيوعا هو ما يعرف باسم دوشن. ويحصل هذا المرض في الغالب عند الأطفال في سن مبكرة. ممكن في الطفرة الجينية تظهر إذا كانت في إصابات العصب في النخاع الشوكي. أيضا ممكن أن يحصل عند أعمار متقدمة عندما تصاب الخلايا العصبية الموجودة في النخاع الشوكي، فإن العضلات، عضلات الجسم في الفخذ في الساقين، لا تستقبل الإشارات العصبية، نقص ببروتين. هذا البروتين ناتج عن طفرة جينية في جين يسمى الدستروفين. هذا الجين مسؤول عن نقل بعض البروتينات إلى العضلات. للأسف العضلات لا يصلها بروتينات، منا نوصل بروتينات للعضلة. في عنا خلل جيني، الدستروفين، قلنا هذا الخلل ناتج عن عامل وراثي، مش عدوى، لا يمكن يكون عدوى، أو ممكن يصاب بالكبر. أيضا من الأسباب الرئيسية له هي زواج الأقارب. في الغالب إخواني الكرام، وأرجو أنه اللي ما عنده طولة بال على علاجه وعلى علاج نفسه، أنه يتوكل على رب العالمين ويسمع هالنصائح، وإن شاء الله رح يلقى فيها الفائدة العظيمة، إن شاء الله يلقى فيها فائدة عظيمة. ما مننا نحكي زي ما بيحكوا الأطباء متوسط عمر المريض من كذا وكذا، لا، هذه الأعمار بيد الله، ما إلنا علاقة بهذا الموضوع. ماشي إخواني الكرام. أماكن الإصابة في هذا المرض تكون عادة في الحوض، بالفخذين، الكتفين، الأذرع. الأطفال كيف بيلاحظوا عليهم الأهل أعراض الإصابة بهذا المرض؟ أولا بتأخر في المشي. طبعا هذا لا يعني بالضرورة انه كل واحد يتأخر في المشي معرض للإصابة بضمور العضلات، لا، ركز معي وشوي. بتأخر بالمشي، عنده تلعثم بالكلام، يسقط كثيرا على الأرض، ويوم ما تلاقيه وقع على الأرض عندما يقوم بتلاقيه بيعتمد على إيديه وبيعتمد على ظهره وبرفع جسمه كامل. ماشي إخواني. فهذه من الأعراض اللي لازم عندما يشاهدها الأهل أنه يتوجه مباشرا لعمل الفحوصات التالية. أول فحص بيعملوا تحليل إنزيم العضلات، تحليل إنزيم العضلات. إذا كان إنزيم العضلات عالي جدا، يعني فوق 10,000 20,000-30,000، فهذا مؤشر على ضمور العضلات. وإذا كان منخفض جدا فهذا مؤشر على ضمور الأعصاب. هذا الفحص الأول اللي لازم تعمله. الفحص الثاني التحليل الجيني، لازم تعمل تحليل جيني لمعرفة ما هو الجين أو الطفرة الجينية التي أدت إلى الإصابة بهذا المرض. أيضا اللي بحب أنوه إليه إنه هذا المرض يؤدي إلى تضخم في عضلة السمانة اللي هي بطة الرجل من الأسفل، يؤدي إلى تضخم، وملمسها والضرب عليها يوم تمسكها بتحسها زي الكاوتشوك، صلب جدا، ما فيها طراوة، صلب جدا. فهذا من المؤشرات
على ضمور العضلات. احذر منه.